نبتعد عن أكل الدهن أو أكل الفيو دهون بكميات كبيرة. يعني في ناس بيلجأوا لأكل اللي كانوا بأكلوه على الإفطار وهم يكملوه أو يأكلوه على السحور، وهنا خطأ جدا شائع. للأسف هاي الأكل بتعمل اللي فيها رز وفيها دهون رح تعملنا تخمة، رح تعملنا تعب خلال اليوم، فهون هاي الأكل لازم نبتعد عنه. الأكل فيه سكريات، السكريات رح كمان خلال اليوم يزيد عنا الشعور بالعطش والشعور بالجوع بشكل كتير كبير. فنوعية الأكل كتير مهمة، نركز على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي النشويات المعقدة مثل الخبز القمح، خبز النخالة، خبز الشوفان. نركز كمان حتى الشوفان نفسه، وجبة الشوفان مع نوع من البروتين كتير مهم ناخد على وجبة السحور نوع من البروتين مثل البيض، مثل الألبان والأجبان. وهون بفضل الألبان والأجبان تكون قليلة الدسم عشان تكون بالتالي قليلة الملح، وبالتالي منخفف الشعور بالعطش، يعني ما منعطش خلال اليوم. كتير مهم ناخد مصدر من الفواكه كمان خلال وجبة السحور للألياف والفيتامينات والمعادن. احنا بدنا مغذيات.